يا الله. اليوم هو فحص المجهر الثالث تعطوب المجهر، وهو سمن فلويد اناليسيز، مو اناليسيز، اناليسيز، تحليل السائل المنوي. سؤال يطرح نفسه كالعادة، الطبيب ما يعطيكم هذه الثلاث كلمات إلا ما ندى. ليش؟ راح يعطيكم اختصار اللي هو S والF والA، معناه Semen Fluid Analysis. هذا الفحص الشغل مالتكم راح يكون على ثلاث محاور أساسية. أولا هذا الفحص مو مثل فحص الإدرار اللي هي عينة عشوائية وروح تجيب لي إياها، ولا مثل فحص البراز تروح تجيب لي عينة وتعال. هذا ثلاث محاور أساسية، أولا بشروط لازم تتحقق، ما حققتها نتائجك فولس ريزالت أو غير حقيقية، نتائج غير حقيقية. لذلك أولا شروط، يعني يفضل هنا يكون ميل وياكم، مثلا ست مريم فتحت مختبر، لازم اكو ولد، يعني اذا مثلا ماكو جرأه اني الان من راح احكي راح احكي علم، مو تقولوا لي عيب او نستحي او كذا، اما اذا انت بوحدك مضطره تحكي لي اياها، كتبي لي اياها ورقه تحكيها فيس تو فيس. الشروط يعني الرجل هنا فحص خاص بالرجال، دير بالك اي هاي فحص خصوبه الرجل طبعا، تحليل السائل المنوي وفحص خصوبة الرجل. فعندكم ثلاث محاور اللي انتم راح تشتغلون عليها، اولا الشروط، تحققت الشروط اذا انا اخذ العينة، والعينة هنا الفحوصات المجهرية عرفتوا اكو فحص عيني والفحص الشريط والفحص الصعب اللي هو الفحص المجهري. اولا طبعا العينة تطوب كاب نظيف، بس قبل ما اعطي كاب ولا هذه طبعا ما اقدر احكي قدام العالم، اكو نسوان اكو كذا بالمختبر، يفضل تاخذوه على صفحه الرجال وتقولوا له عندي. ما هي الشروط قبل ما هذه؟ يعني جاب لكم ورقه مكتوب عليها سمن فلويد اناليسيس، يقول لك يعني تعال مره فستك هنا. الشرط هو اكيد متزوج طبعا، ايش وقت يدز هذا الفحص؟ قبل ما نطب الشروط وقبل ما نشوف العينه، النقطة الأهم ايش وقت الطبيب يدزه أو الطبيبة النسائية. واحد يعني صار اثنين تزوجوا شافوا ما صار عندهم غرفة ورا سنة ورا سنتين، يعني ورا سنة شاف شيء ما يصير عندهم، إن جاء حمل ايش راح يسوون؟ المرة راح تروح للطبيبة والرجال هم وياها، النسائية راح تشيك المرأة وتبقى راح الرجل شو تشيك من عنده؟ تقول له يعني انا المهم عندي اشوف خصوبتك، لان هذا الفحص راح يعطي فحص نوعا ما شامل عن خصوبه الرجل ومدى كفاءه الرجل حتى يلقح البيضه لزوجته حتى يصير حمل زين. يعني من اكو مشاكل بالخصوبه، يعني واذا اكو مشاكل بالخصوبه هي نوع مشاكل انه راح يعيق الحمل. طبعا هذا فحص جدا مهم، لان اذا اكو اضطراب بواحد من فحوصات السائل المنوي راح يمنع عيق الحمل اذا اضطراب واحد. هسه احنا نعوف الامور، ناخذ الشروط. ما هي الشروط اللي لازم تطبقوها تحققوها قبل اخذ العينه من الرجال؟ هو ما يقدر خطايا الرجال. اولا اقول له لازم انت مبتعد عن زوجتك لا يقل عن 3 ايام. واضحه؟ 3 ايام اقول له يعني انت مبتعد عن زوجتك، طبعا موجوده عندكم. النقطه الثانيه اقول له خلال هاي 3 ايام اللي انت تبتعد، مثلا هو بيوم اللي اجى للمختبر ما مبتعد. اقول له لا ترجع، وانا بيتنا بعيد، اقول له حبيبي غير النتيجه تطلع قليله. وهسه شروط ركزوا بيها لان راح تاثر عن نتيجه الشروط. يعني جاكم يقول لكم انا البارحه زين، شلون تاخذين عينه من عنده؟ البعض عن لا عن عدم درايه بالموضوع يقول له لا خل اخذ عينه، بس لا يفضل يقول له مبتعد. زين والحل؟ يقول لك انا بيتنا جاي من المحافظات والطبيب اللي اراجعه ببغداد و
وشلون ولا ما يفضل يبتعد 3 أيام بعد خلال هاي ال3 أيام ما ياخذ اي دواء مال التهابات خصوصا مثلا هو قبل عنده محلل وكذا واكو الاطباء مطيع علاجات مثلا مال التهاب مال البروستات اذا عنده التهابات بالسائل المنوي بالمجال التناسليه فبياخذ علاج اقول له عنها اي علاجات تتعلق بهذا الجانب او اي مضاد حيوي انتبايتك راح يشتغل على اي التهاب بالجسم فشو اقول له يعني اي علاجات تمتنع عنها مثل ما مجرد يعني العلاجات البسيطه يعني شنو العلاجات البسيطه؟ يعني باراسيتور كذا يعني هاي الامور الطفيفه اوكي؟ فاولا لازم يبتعد 3 أيام ثانيا اي علاج ثالثا اذا جاكم هو بكورونا اكو يعني قولي له ادري متوازي او خلطه انت بكورونا بتجي تسوي له تحليل خصوبه اولا قد يؤثر على الخصوبه مال الرجل ثانيا وهو هو عنده كورونا بياخذ علاجات ما شاء الله بكورونا يطلب كلها ابر والالف بالوريد فقول له عنه هذا ما يصير تتماثل للشفاء بشكل تام ترجع فعاليتك بشكل تام تيجي تسوي فحص انت ما متوازي انه انت مريض وتيجي تسوي فحص خصوبه يقول لي ادري عقيدتك نفيس يعني اكو ناس هيجي يعني غير من طرف كيس مواضيع اذا هو تعبان فلذلك هذه اهم الشروط اللي انتم لازم تحققوها قبل ان تاخذ العينه بعد قبل لما بتعد 3 أيام قال لكم اي تاخذ اي دواء قال لكم لا بعد شو اقول له؟ اقول له اوكي ما خما مريض شيء اقول لكم ما بي شيء ماني بحيلي جايكم عاشت ايده اعطيه كب مال عينه اكتب اسمه علي واعطيه اياه حتى لا يختلط ويا باقي العينات اذا عندكم اكثر من عينه من تطول عينه شو اقول له؟ هذا الفحص يختلف عن باقي الفحوصات الادرار والبراز، البراز يبلي شويه وتعال بس مو شويه شويه يعني 15 غرام يعني كتقدير للكميه والادرار لازم لا يقل عن 50 سي سي يعني العلبه مال الكاب مال الادرار نص او 3/4 لازم البارحه انا جابوا لي عينه يمكن بها 3 سي سي قلت لهم هي عندها يو تي اي للمعلومه بس ما صورتها ليش؟ من جابت لي العينه قلت لها هذه النتيجه راح تطلع غير دقيقه العينه كلش قليله من شروط ترسيب كميه الادرار لا تقل عن 10 الى 15 سي سي تحطين بالتيوب يلا ترسبينه طرد المركزي حتى اشوف اخذ الراسب وفحصه الكميه يعني تكون قد 10 سي سي 15 سي سي تحتاجين تعيدين فحص الادرار زين انت ماخذ 15 سي سي اذا تعيدين رادش 15 سي سي 30 سي سي وعليه يفضل لا يقل عن 30 سي سي انت تاخذ ادرار يعني 30 مول مو يجيب لكم بشعب الكاب وهذا هي جابت لي 3 سي سي وال 3 سي سي بالكاب الكاب كبير يعني ضايعه اصلا الكميه قلت لها يعني انا راح اشتغل جانا انت اصريتي قلت لها بس هذه النتيجه مو دقيقه مو الحقيقيه قالت ايه وفعلا الجراحه طلعت اقل الصليب وانا متاكد لو جابت لي كميه كذا كان طلع صليب لان كميه جدا قليله جابت لي والبكتيريا موجوده وايضا قليله لان هي اصلا قبل مسويه كلتشر لان قلت لكم يو تي اي واصلا طالع لها جروث بكتيريا مرضيه طالعه بالمجاري البوليه قاعد تلعب الميزه بهذا الفحص اقول له العينه من اعطيك كب تجيب اياها كامله كامله بالكب مباشره تجيب اياها كامله شيء اخر بعيدا عن الحياه انه ما تستخدم اي وسيله يعني بشكل طبيعي تجيب اياها العينه اوكي العينه لازم كامله ابتعد 3 أيام قال لكم مبتعد يا بتاخذ علاجات ما اخذ علاجات خما عندك مرض شيء ما بي شيء اوكي الخطوه الاخيره اقول له عيني الحمام موجود هذا الكاب جيب لي العينه كامله وما تستخدم لا صابون ولا كذا ولا هذه ليش؟ لان هذا قد ياثر والعينه كامله بالكاب كامله الشيء اللي راح تواجهه صعوبه لا
ليش؟ لان احنا مجتمع شرقي، اكو بعض الرجال الشباب يصير عندهم غرفه يقول لك اروح اقيس الخصوبه مالتي بالمختبر، طبعا هو يروح هيك يستحي خصوصا اذا شاف بنيه. انا يعني هذا بدي احكي لكم، ترى يعني اكو ناس بعيدية واقع يقول انا شلون احكي وياها استحي. لان الامر هذا سكشوال جنسي، يعني شلون اقول لها خصوبه وما يصير وكذا وهي لازم تقول له الشروط والعينه كامله. اكو حتى يستحي يقول لها هذه العينه ويعطيها بديها بيد المحلله، ما يقول لك انه هذا مجال طبي ماكو عيب ماكو، لان هي بس عندها خوف. احنا غير تجيبون السبب وين؟ فعلى شاخ يقول لكم، يقول لك دكتوره عيني اعطيني الكاب اروح للبيت اجيب جهه واجي. اكو البعض هاي من الامور انا صايره وياي، ترى من احكي لكم اياها. اولا يشوف بنيه يستحي الرجال، قلت لكم فحسنا الرجال مو المراه. ثانيا يقول لكم اكو البعض يصير يتاخر عنده يلا يطلع العينه. هذا صاير عندي، يعني مره واحد اعطيته الكاب، هذا الحكي قبل 6 سنين، تدرون طب نص ساعه بالحمام وبالاخير رجع قال انا راح اروح للبيت. خطي حتى طلع هو، انا مو هو ولد وهو ولد، طلع يستحي وراضي وخلى وراه. البحث يقول لك انا اجيبها من البيت. لا تجيبيها من البيت اوكي، لازم خلال لا يقل عن نص ساعه العينه تكون يمي. يعني اخذت تواجهون هيك حاله قبل العينه خلال نص ساعه العينه يمي. نزل السؤال والبعض يقول لي ما اعرف طبيعه اسئلتك، فحص مجهري. لازم تفحصه خلال الوقت، كلش مهم به هذا، لا براز ولا الوقت اساسي، لان الوقت اذا لان الوقت ياثر على النتيجه مالتكم. الوقت يعني اكو اوقات، ليش هسه راح نجي عليه، شوفوا الوقت ايش قد مهم. يعني يروح للبيت اوكي هو راح يدلكم نص ساعه، ما شو يسوي خطيه، يستحي ما يقدر يجيب لكم العينه بالمختبر، راح ورا ساعه يلا جاب لكم العينه، لا تستقبلوها. وعليه ليش ما تستقبلوها؟ هسه راح نجي عليه. طبعا هو خلينا نفترض انه جاب لكم العينه بالمختبر وجاب لكم اياها. ايش راح تسوون؟ كالتالي الشروط كلها عرفتوها وما استوعب بهالوضوح هذا. الفحص العيني كلكم عرفتوا الفحوصات، اي فحص يتعلق بالمجهر عندكم اشياء ثوابت، فحص شرير فحص عين فحص مجهر. الفحص اللي عندنا لازم نشوف اللون الكلر مال السائل المنوي شلونه، ما لونه، اكو لون الطبيعي واكو اللون الابنورمال. هذا حاطكم عليه صح، هو اللون الطبيعي وايت او هنا الالوان. طبعا اللون ما تكفي اجتهادات خصوصا بالعراق. الاجتهادات شنو؟ اكو ناس يكتبون ميلكي حليبي. هسه راح يشوفون العينات النماذج اللي جبت لكم اياها اكثر من 3 سامبولات. بعض الناس يعني يقول لك اكتب ميلكي اللون، اجتهاد مو لون حليبي. البعض يكتب وايت ابيض، البعض يكتب لكم جراي رصاصي وهذا، بس ما واحد يجي يكتب جرين اخضر ادري شنو جاي من القضاء، ما في لون. فهاي الالوان انا كتبت لكم الوايت والجراي الرصاصي او الموجود عندكم. طبعا انا منزل لكم فورمه كامله للنتيجه النهائيه مال فحص الخصوبه من الفلويد اناليسيز، موجوده كامله عندكم هي ونتائجها. حتى باكر عقبه ان تتيهك من اشتغلتها تقدر عندك ريفرنس ترجع له وتعرف النتيجه شلون تكتب. اللون شيء اساسي، ها والله لون مو مهم، ما تكتبه بالنتيجه النهائيه لا حبيبي. اللون مطلوب من عندكم، ما هي الالوان الاكثر شيوعا اللي راح تشوفها بس ابنورمال؟ اليلو ممكن، اليلو هذا قد يعطيكم احتمال انه احتمالين، نبدي بالاول ثم الثاني، الثاني اصعب. الاحتمال الاول قد يكون هو مبتعد عن المعاشره بينه وبين زوجته لا يقل عن شهر، وعليه راح يتحول اللون من الابيض او الرصاصي الى اللون الاصفر. الثاني الاصعب احتماليه انه قد يكون بالتهابات، يعني قد يكون به خلايا باص جراحه. اوكي؟ اللون الثالث اللي هو الاخطر اللي هو البلدي دموي، وهذا كارثي طبعا. ليش قد يكون هنا؟ وين مسببات؟
من ضمنها قد يكون سرطان البروستات. وعليه انت راح يشوفه دموي، تيجي بالفحص الميتة راح يشوف دم. هذا اصلا لازم يبتعد مباشرة عن مرته، لان هذه كارثة. ليش؟ لان هو اذا بمرض راح ينقله لمرته. كثير من الفيروسات محاضرتنا الجاية فيروسيز او الفيرولوجي، عند الفيروسات راح ناخذ فيروس العوز المناعي المكتسب بالهيبتايتس وفيروس السفلس بكتيريا والتوكسوبلازما مضخم الخلاسي ام في والهربس. اكو كثير من الفيروسات لن ينتقلن جنسيا، فاذا هو البطل الثاني يلعب بذيله راح ينمرجه. فاكو امراض، البعض نزلوا سؤال بالفيسبوك قالوا اكو نتائج نشوفهم من يكتبها، والجماعة كلها كوبي بيست قاموا يجيبون السؤال راح حطوه بغير بيج ونزلوه. وناس لما تكتب النتيجة، وإذا تكتب النتيجة راح تحاسب قانونيا ومن هذا الخير. أساس شلون قانون احنا عندنا؟ ليش؟ لأن الأمراض المنقولة جنسيا، يعني مثلا عندكم بكتيريا السيفلس، هذه البكتيريا تنتقل جنسيا. فإذا هو يلعب فيرا وطلعت بالمرأة وطلع الفحص إيجابي وثبت بالعشرة أنه عند المرأة إيجابي، معناه مين جتوا هي متزوجة؟ وإذا غير متزوجة بعد طامة كبرى. حتى مرة سؤال أبو وحدة من الدورة المسائية قالت لي إذا شفنا، ما قلت لها إذا شفتوا سبير عند المرأة بالإدراك يخبر بكل الأشكال. قالت لي لا شلون؟ قلت لها وإذا هي بنية؟ قلنا انت راح يجوني قاموش عشائريا. واحنا شلون جماعتنا بالمستشفى دي يروحون كلات. فيهمل كل شكل من الاشكال. هذا اذا شفتوه بيورن فيميل. نهائيا لا حتى ولا راح تشوفها قبلها نهائيا. لكن بالرجل لا، اذا شفتوا صليب يكتب، قد يكون مشاكل بالغدة التناسلية مالته. الدموي قلت لكم قد يكون هناك اكو التهابات بالغدة التناسلية عند الرجل. فاللون النقطة الأولى، كلكم عرفت الشروط، أوكي؟ يبقى عندكم تجون على واحد من الفحوصات البشرية، فاللون أساسي، وهسه من تجون على العينات راح تشتغلون بيكم وراح تعطوني نتيجة نهائية. البي اتش، كلكم عرفتوا باور هيدروجين. البي اتش مال اليورين مال الخسائل المنوي شي يكون قاعدي. سين سؤال، ليش يكون السائل المنوي قاعدي شرط؟ اذا شوفوا اللون هسه احنا ما علينا بيه، راح نبدي بالنقاط جدا مهمه. واحد من بني اذا بيه خلل حمل انجاب ماكو لازم يعالجه. واحد البي اتش، البي اتش لازم يكون قاعدي، يعني البي اتش خلاص 8 اصلا. ليش؟ لازم اكو سبب، لان الله سبحانه وتعالى ما خلق، لازم يكون قاعدي. عاش تيدي شويه جسم المراه، ليش؟ لان هاي النطاق من راح تنزل جسم المراه، وهي مثلا خلينا نقول ابنورمال، السائل من المراه رجل حامض والمراه حامضيه اقوى من عنده، راح تموت النطق ما راح تعيش نهائيا، حتى حركتها راح تكون شكل اصعب، وهنا راح يصير عندهم تاخر بالحمل. ويظلون يداومون يقول لكم لا انا عندي خصوبه عاليه وما ادري شلون. واحد من العوامل انفقد، السالفه كلها تاثرت. فالبي اتش لازم قاعدي. لازم او شرط يكون قاعدي. النقطة الثالثة الليكويديتي تايم، زمن السيولة. العيون راح نحكي بموضوع شوية قد يكون حرج. السائل المنوي طبيعته لزج، اول ما يخرج من الجسم ينزل بالكاف، مادة مخاطية. طبعا اذا اسالكم ليش يعني مادة مخاطية، هذه نتيجة طبعا انفرازات الغدد. طبعا الغدد التناسليه عده دفعات تفرز هاي الماده المخاطيه، بس انت هاي الماده المخاطيه تعيق حركه المطف. وعليه زين شلون؟ السائل المنوي الطبيعي هو ماده مخاطيه، هاي الماده المخاطيه سبحان الله السائل المنوي ورا ما يطلع من الجسم ورا من
20 إلى 30 إلى 45 دقيقة لابتهاء هاي المادة المخاطية تذوب تتحلل، تصير مثل المي. من راح تصير يعني تتحول من المادة جو إلى مادة الليكويد السائل، راح تاخذ النطف حريتها بالحركة، لأن الشيء المخاطي صعب راح يتحرك، مو لو لا. بس من راح يفك؟ هاي عملية الذوبان مال سائل المنوي بعد عملية القذف عند الرجل راح تستمر تقريبا من 20 دقيقة إلى 3-4 ساعة، بعض المصادر الطبية يقولون ساعة، بس ساعة هم هواية يعني حتى 3-4 ساعة، لأن بعض المصادر يعني كثير يقول لك نص ساعة، أنا كتبت لكم من 30 إلى 45 يعني حتى 20. شو راح يصير ورا 30 دقيقة من جاب لكم العينة؟ طبعا انتم هنا شلون راح تقيسوها هاي الليكويديتي؟ تالي اولا عندكم استكه وعندكم كب مال العينه، الكب طبعا انا عندي عينات، تفتح طبعا الكب من راح يجيكم انت قبل شفت اللون والبي اش ما راح اشوفه، شو وقت تشوفه يفضل؟ لان هنا هو جاب لك اياها شكل مخاطي، شفت اللون؟ اوكي اكتب اللون، تحطه بالحاضنه. ليش بالحاضنه؟ هي تتحلل، بس ليش الحاضنه؟ خو معروفه برا جرت حرارة الجسم، ليش؟ لأن هو من يصير جناح هو زوجته اثنيناتهم حرارتهم 37، فأنا أريد الفحص مالتي يتم بهالظروف هذه، يعني أنا مو أنتظر هو بشهر الواحد جاب لي العينة وحرارتي المختبر و15 مئوية وأنا حاطه برا، لا، أحطه بالحاضنة حرارة 37، أسوي له تايمر، إيش قد تصير تسوي له 20 دقيقة؟ يعني توقيت، أول شيء أخذت اللون، كتبت قراية، أوكي ما عندي شيء، حطيت الكم بالحاضنة، أوكي الأمور طيبة، ورا 30 دقيقة، 20 دقيقة أو 30 دقيقة، أنت راح تجي على الكم، شو تسوي له؟ تفتحها، راح أجيب لكم عينة أحسن، شو حتى تشوفوها قدامكم، تفتح العينة، عليكم السلام، تاخذ من العينة بالسكة. تسوي له هيك، اكو مخاط اجى وياك تميله ويجي تسوي له، اكو مخاط، اذا اكو مخاط راح يشوفوها جربوهم اي ماده مخاطيه عندكم بالبيت، جيبوا اي ماده مخاطيه وهيك سووا لها، ايش راح يصير؟ راح يصير خيار، شلون البيت استشهد فيها؟ من واحد هيك يسويها وتجيب هيك مات؟ اي وانا اذا اقرب لكم الصوره كل ما راح يزيد طول هذا الخيط المخاطي معناه بعده ما متحلل. السائل المنوي قلت لكم ما راح يطلع من جسم الرجل وبالعلبه يطلع بشكل ماده مخاطيه. انا ما اقدر ارفع صمت هنيا بهاي الشكل المخاطي، ليش؟ لان هاي الماده المخاطيه تعيق حركه النطف. شو وقت النطفه تتحرك؟ ورا ما هاي السوائل المخاطيه تتحلل يصير السائل المنوي كله عباره عن مي. تريد هيك تهزه تحركه قدامك عبوه تشوفه اذا ماي اوكي، تريد تتاكد من عنده افتح القبر مال الكب وشوفه هيك ضل هيك يسوي او على كيف اذا مثلا مرات مثلا معظمها متحلل باقي له شويه ويصير تحلل تام بالماده المخاطيه يصير خيط شويه صغير، يعني اذا تسوي هيك على السريع ما راح يبين عندك مو لو سيوله مال السائل المنوي قلت لكم اذا اريد اقيسها معدلها الطبيعي راح يكون من 30 الى 45 دقيقه بس هذا ماكسيموم طبعا اذا 30 دقيقه كل زين ورا ما افك السائل المنوي شو اسوي؟ اجيب الشريط مال بي اتش اقيسه طبعا يقدرون تقيسوه هنا بس ورا ما يتحلل يعني يفضل حتى للسهوله حتى الشريط عندكم يشبع لان الماده المخاطيه قد ما يشبع المربع الخاص بفحص البي اتش يعني سائل شلون بالنسبه لي سائل مخاطي من يتحلل ايش قد هي الوقت يعني الوقت غير من هو يتحلل من هو نزج الى هو سائل من 20 دقيقة أقصى شيء يعني أقل شيء 20 أقول بعضها يكون ربع ساعة يعني إلا مثلا يفضل 3-4 ساعة قبلها لازم هو متحلل صاير مي سبب ليش هو مادة مخاطية؟ هذا سؤال في مكانه. ليش السائل المنوي للرجل مادة كلها مخاطية؟ من يطلع من الرجل مادة مخاطية، احنا كنا ماكو لا عيب بعد ولا هذه.
كلكم اذا تشتغلون فما اذا تشتغلون مستشفى هاي السامة الرائد بلند بس اذا تسميها شغلهم يعقب واما اذا تشترون بها ساكو مراكز خاصة هي بس للعلاج العقب ما تفعل الانابي يعني شغلهم كله سمي فلويد اناليسيس يدورون الابطال ليش السائل المنوي قالت يكون مخاطي يعني مثلا خلينا نجيب احنا جلاس في مي مول ولا شمري ايش راح يصير بالمي؟ راح يتقشر بس هل يا ترى راح يوصل للمبرده؟ ما يوصل ليش؟ لان كله راح يتقشر راح يصير على زينب ويصير على الزيت ويصير عليك يعني كلكم راح تتبعون بالهواء اصلا لكن في تشيس وشمرين المي يعني اذا شمرتك عالي يمكن يوصل للشفاش ذاك مو ولا هي بها غايه على سبحانه وتعالى يقول لك حتى من يصير قذف يوصل الى عمق الرحم يعني اكبر مسافه يعبرها فلذلك الغدد تناسليه بالذكر تفرز مواد مخاطيه يقول لك حتى يوصل لابعد مكان احنا نقدر نوصله اما اذا هو كله ماي ما راح يوصل، راح يوصل من هذيك وهذا هو، والنطف بعدين ايش راح يوصلها للبيضه؟ ومسافه بعيده، واذا النطفه بعيده بعد انسى، يعني صعوبه يصير حمل. عرفت ليش يكون مخاطي؟ دائما مخاطي لو دائما مخاطي، يعني ماكو لازم قاعده ثابته مخاطي ما يوصل. لازم ما ينزل مائي. ما ينزل مائي، هاي الا في حاله اكو غدة من الغدد واقفة ينزل لك مائي بس هاي حالات نادرة لازم ينزل لك مادة كتلة مخاطية كتلة هيج مخاطية بالبداية اخذت اللون مو ولا واللون مهم تاخذوه الكبل تحطوه بالحاضنة توقتون توقيت ممكن تسوي ورا ساعتين تجون عليه ورا نص ساعة اجي بالاستكة اشوف صار كل السائل لكويتي اشوف الوقت ايش قد اثبت على وقت المريض 30 منت 30 دقيقه اللون اخذته شريط مال هذا الاجرام نفس الشيء اجي اقيس البي اتش لازم يكون قاعدي وعرفتوا ليش يكون قاعدي؟ لان جسم المراه يكون حامضي واذا حامض بحامض النطف ما راح تعيش وما راح تطول وتعيق. الشيء الثالث والمهم الحجم حجم السائل المنوي. قد حجمه حتى اكو حجم طبيعي طبعا هذه اكبر من 3 سي سي اكثر من 3 مول الحجم شلون اقيس الحجم البعض يقول لازم لان من الشروط فحص السائل المنوي قلت لكم يجيب العينه كامله مو ولا لان انا الحجم راح اقيسه لان اذا جاب لكم ربع حجم ربع الحجم مثلا هو خلى ستو قلتوا له جيب لنا الحجم كاملة هو يستحي وكذا جاب لكم ربعه مثلا واحد مول وطاكم اياه من راح تجون تكتبون واحد مول الحجم من راح يروح للطبيب راح يقول له انت عندك قصور بالغدد لان حجم واحد مول معناه انت كل شيء ماكو بح بس يقول له تشوف عقيم ها راح يقول له شلون حجم كمية السائل من وقت قليل بعدين يقول له هذه انت ما مستحيل تعطيهم الكميه كامله راح يقول له قرات عينك مسخم الوجه اكو واحد يسوي سوايتك هذه ما يصير لازم العينه كامله لان قلت لكم اللون والله اوكي بس اي واحد من دني الامور المكتوبه على السبوره اذا بيها اضطراب ما راح يحدث خرطه اصلا الا يعالج الاضطراب اللي صار وعليه انا ما اجي اخذ الحجم يعطيكم ربعه وكذا حتى اذا جاب لكم اياه قليل وانتم شكيتوا قلتوا له الحجم كامل قال لكم اي بعد هذا هو اللهم بالغلط ما فشل شو تسوي له بعد؟ هو ما احتمال عنده قصور بالغدا شلون تقيسوه؟ اما تقدير ليش لان اكو كبات مدرجه البعض يقول لك لا انا اريد اعطيه بالفت هو مو صار مي لان انت الحجم تقيسه ولا ما راح يفك الادراك تريد اكل بعض اجتهادات يقيسه منه هو مخاطي لكن اكل بعض شو يسوي ياخذه بالمايكروبايل تجيب كاب جديد لاخ نظيف ويسحب سي 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 مو لا بالمايكروبايل سحب سي سي داران سحب سي سي داران شاف 3 سي سي كتب بالورقه 3 مول او سي سي كيفكم
فهو ثبت اللون، ثبت البي اتش، ثبت الوقت اللي بي السالب منه يتحول من النسج الى السائل بشكل تام. لازم يتحول، اكو البعض طبعا يطول ساعه، البعض يطول ساعه ونص، والبعض يطول ساعتين. واحد من الاصدقاء يطول ساعتين، سنه كامله وهو متزوج يقول ما عنده خطه. بس لحسن الحظ انه هي زوجته محلله. قالت له عندي دخل ناخذ الهادي طلع ورا ساعتين يلا يفك. هذا المطر حكت له حق بنته ورا تلقاها نايمه. لان ورا ساعتين يلا يفك، وبالتالي الطبيب اطلع علاج حتى شنو هو؟ ورا ما راح يطلع من الجسم السالم المنوي لا والله، خلال نص ساعه راح يبدي يتحلل. طبعا احد الاسباب انه السائل المنوي ما راح يتحلل هاي شوفوها بكثره، لانه ما يتحلل بنص ساعه ولا بثلاث ارباع، ساعه فما فوق. ليش؟ لان هنا قد يكون يعني احد الغدد بها نشاط كلش عالي، يعني الماده المخاطيه تفرزها كميات وبالتالي يعني وتكون تاخذ وقت اكثر. والحجم، هذا الفحص العيني وفحص الشرير، اكو سؤال عليه؟ شروط والفحوصات، اللون بي اتش، حجم ليكويديتي تايم، زمن السيوله. طبعا هذا اكو اجتهادات كثير ماكو ملخصات. هذه اربع نقاط اساسيه. راح نجي لشيء مهم. طبعا هذه مهمات جدا. اكو اشياء اهم ايضا، فحص المجهري. فحص المجهري شرحت المحصول، شو يسوون؟ قطره اخذها باي ماصه عندكم، سواء هاي البلاستيك باستو او ماصه الاعتياديه، قطره 30 مايكرون 50 مايكرون ليتر على سلاي كفر سلاي، طلع الصوره دي طلعها 10، يفضل تفحص على عدسه 40. ليش؟ هذا مني لكم ليش؟ شو تفحص؟ احنا قاعد نفحص النطف مال الرجل، هو تحول من ماده هلاميه جيلاتينيه الى سائل. والنطف راح تبدا تتحرك، منها تتحرك منها ميتة. توتال كاونت تحسب، طبعا هنا شنو طريقة الحساب؟ اكو البعض يحسب لك مال كل فيلد تاخذ وقت كلش طويل. تثبت لك عيني على فيلد تبقى باقي عليه. وتحسب كل النطف، توتال كاونت يعني شنو؟ كاتب لكم ملاحظة، توتال كاونت يعني شنو؟ كل النطف تحسبها لشوفها جوا عندك الحية الميتة الضعيفة. زين اكثر من اسم قوي. ماكو اي اه هاي مشكلة تسمع. اي هاي مرة الاستاذ هناك وما تنشوف هناك. اذا بقي اكو اجتهادات، هنا احنا مشكلة بالعراق اجتهادات. اكو البعض يقول لك احس بفيض. ما تحسبيني ثلاث فيضات تطولين كلش هواي، يحسب ثلاث فيضات ويجمعها ويقسمها على ثلاثة مثل ما اخذنا بالاضراب. اكو يحسب ربع الفيض. روعه هو مو دائره شوفوها قدامكم ياخذ ربع، لان الدائره اربعه ارباع ياخذ ربع، يعني تحسبين بس بداخل هذا الربع، يعني السبير راح يجي يتحرك هيجي طب بالربع ما تجي تحسبين بالربع غيرها لا. هذا طبعا اكو احد الاساتذه قايل لي اياها، ظروف موجود بالكليه التقنيه حكي مو من جيبي. وحتى مره اكدت له قلت له دكتور احسب فيلد لو ربع، قال احسب ربع فيلد. البعض يقول لك احسب فيلد كامل. يعني هذا هم دكاتره بروف. يعني هي اعلى درجه بعد بي اتش دي ما اخذ شو اسوي له بعد. وعليه يا اما تحسب الربع يا اما فيلد، اما ما تحسب ثلاث فيلدات هواي، يعني تحسب انها 50 راح تعلى 50 هواي، لان السبير خصوبه الرجل عباره عن نطف صواريخ قاعد تحت المجال، يعني كلها متحركة. حتى يروحوا من البيض، فكلها متحركة. يعني أصلا يرادها بسرعة بديهية بالحساب. ما عبركم سهل. أكو مثلا الناس بعض الرجال عندهم خصوبات كلش قوية. حتى غرفتهم كلها ديكور، ليش النطق عبارة عن طلقات تحت المجال. يعني تروح تجي هذه نيابة شنو؟ طبعا مال نصيحة هي على أرض الواقع، ما الواحد يقول لك أحسب تشوف بالضبط، هذا إلا خبير روسي. وين هو عنده خبرة كلش عالية في فحص المجهري مال السائل المنوي. نصهم حاليا يتوشيا تقريبي. يقدر يعني. باع عليه يقول لك إيه تقريبا 50 نطفة، 50 نطفة.
بس انت شفتي 2 بالنتيجة مثلا شفتي 35 اصحابها الوحدة وحدة مليون ليش على مستوى السائل المنوي كامل انت صح اخذتي قطرة والنتيجة تنضرب في مليون معناها هذا عندك توتال كاونت بالعينة الكاملة هذه 3 سي سي 35 مليون نازل اكبر من 35 نطفة يعني انت حسبتي 35 نطفة اكو البعض 40 اكو البعض 100 بول اكو اكثر طبعا هذا البول هم بي مو عمرك والله ها مبروك انت خصوصك فول لا الكثرة راح تأثر على حركتك يعني خصوصة النساء اذا كثرت لا عندي ذيك البحر النساء ما عندها شيء يروح الى البحر ذاك الرينج اذا فوق الاب نورمال مالته فوق النورمال رينج عندي قلت لكم قد يكون احتمالات اكو مشاكل بالمبل بالمبيع اكو فرق اللي هو كوليسايتكس هذا متلازمه تجهيز المبالغ واذا قليله اما اذا ضمن المعدل الطبيعي واذا اكو حالات مرضيه اخرى المعلومه اللي اعطيكم اياها يعني والله طلع 150 نطفه بالفيلد الواحد اي تشكوا عليك عمي مثلا تروح دكتور راي تقول له توب هو مو توب جيبي لي 150 واحد وخلي يطلعون من الباب هذه انتم شايفينها من السن مثلا التزاحم مثلا جيبي 150 واحد وخلي يلزمون سرعه طابوت على فرن الصامون ايش راح يصير؟ ايش يصير؟ وبالتالي من ال 150 مليون نطفه من تنزل بالمراه هذا راح يجي على هذا وهذا راح يجي على هذا راح يعيقنا الحركه الكثره تعيق الحركة يعني ما عبالكم والله ها بزيادة خير ولا ندري مو هاي الأعداد المهولة أوكي العدد قلت لكم توتال كاونت تحسبون كل النطاف معلومة عن قبل هذه العينات راح أجيب لكم إياها تقومون ثلاثة ثلاثة العينات طبعا راح أجيب لكم إياها النطاف ميتة شو تحسبوني أول شيء تعطوني توتال كاونت اللي يقول لي ما أقدر ما راح حتى أوراق كل من يكتب اسمه ويعطيني أول شيء توتال كاونت قيسوا لي بي اتش واذا تريدون قيسوا لي حجم تشتغلون بتقولون في الاستيلاء بابا حكي ما لا هذا يحتاج لخبره بالعين يعني قلت لكم معظم الرجال خصوبه عاليه فاحتاج بديهيه العين بالمجهر توتال كاونت خلصت من عندك كل النطف حسبتها ميته ولا هي النطف شو تقسموها السنكش هي الضعيفه والميته والنشطه بني ثلاثتهن تشوفوهن تحسبوهن كاملة هذا هو مثل توتال كاونت يعني توتال كاونت البنفيض كله ينحسب كله ميت عدل عايش كله حسبت ايش قلت 40 اكتب 40 مليون هسه اجي افصل لان الطبيب يعتمد على هذا على سبير من النشاط لان هو هذا راح يوصل للبيضه كل ما تزيد نسبته كل ما هو افضل مثلا حسبتوا انتم 35 مليون مو؟ اوكي راح تجون هسه شنو هسه عينك لازم وين؟ اروح احسب النشط، النشط شنو؟ اللي سبير يتحرك بخط مستقيم باتجاه واحد، مو يتحرك حول نفسه. حول نفسه معناه سلقش ضعيف. الاكتف يتحرك اتجاه واحد قبل يطلع ركض. ما علينا اذا حركته شويه سريعه اذا حركته شويه بطيئه. مو ولا هذا الاكتف هي تحت النشاط هي تتحسبين ايش كم واحد يتحرك عمود اي هيج جاي هيج رايح هيج بيخش سرعه بالعين ليش؟ لان طلع منا طلع منا لان هو الفيض دائره مو لولا طب منا طلع منا والاسلاك كبير طب منا طلع منا طب منا طلع منا ايش مساعد كيما جيش جوا العين من داشو لازم سرعه بالحساب مو والله ها اروح الحقه خليني اشوف على الحسبه لا بديهيا 1 2 3 4 5 6 7 مثلا قلت لي 20 خلينا نجي نسوي فور اكزامبل حسبت 20 واحد نشط معناه شنو؟ اللي يتحرك اللي يتحرك ومو يتحرك حول نفسه يبقى انتم مخيرين مو اعطيكم طرق تسهل لكم الشغل لان هنا شويه يحتاج الى خبره تريدون تحسبون الميت الميت سهل يتحسب ليش؟ هي واقفه وقاعده بمكانها ما تتحرك النطفه احسبوا الميت لان الضعيف شوية قد يكون هم صعب عليكم ضعيف عشان حركته هي بطيئة كلش او يتحرك حول نفسه احسبوا الميت البعض شي يسوي ايه تحسبون الاكتف وجدا مهم هذا بحسبوا الميت
مثلا ايش قد الميت 10 مول ولا بقع عندكم هذا ديث او نون موتايل. نون موتايل يعني غير متحرك. غير متحرك معناه ميت. اللي اكتب النشر يبقى عندكم الاستيشن ضعيف. طريقه للسهوله لكم شو اسوي؟ احنا مو عندنا توتال كاونت موجود. جمع ذني والضرحي هذا من ذاك 20 و10 30 35 ناقص 30 5 كبر. نعم؟ تطلع ضعيفة. ايه تطلع ضعيفة. انتم كيف؟ اكو البعض يحسب مثلا بالبداية يقول لك خليني احسب السهل على عيني الميت ويحسب النشر، اجمعهم واطرح الكل من الجزء يطلع لك هذا. هذا خلص، هذا يعني خلص الجزء. بعد زين هو الكل راح يعطينا اياه لو احنا نطلع؟ لا انتم تطلعوا؟ لا شلون حنقص اذا احنا الكل ما عندنا؟ لا 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 بالبدايه انسب اول ما تباعين بالمجهر شو تسوون؟ تحسبون كلهم كل اللي يشوفوه جوا عينكم الميت والضعيف والنشط تحسبون كلهم 1 2 3 4 6 1 35 بعد ما خلص الفيض ما بي اي نطفه كل النطف يعني مسح تام ما تميز وحده عن توتال كاونت ماكو تمييز بين وحده ووحده كلهم تحت عيني اشوفهم احسبهم هذا التوتال كاونت طلع صار عندي سيطرنا يعني تمام شو يبقى عندي؟ النشط وهذا قد يكون شوي صعب عليكم ليش؟ لان اذا النطف كلش سريعه هنا قدر مني انا شو اسوي؟ يوقف لان كثير من الناس يقدرون وتحسب الميت، الميت سهل ما يحتاج شيء، هي واقفه ميته بمكانها. اجمع خندني واطرح هذا من هذا راح يطلع لك الاستيشن ضعيف. ايش يبقى بعد؟ اكو شيء جدا مهم. طبعا هذا اذا قليل يعني هذا اذا قليل وهذا هواي، لنفترض انه هذا ال 20 وهذا 10 بمعناها فرصه الانجاب عند الرجل قليله. كل ما النشط يعلى كل ما تكون صالحه. اكو معظم الميتات واكو مو بس هذا، اكو مرات تجون على فحص سائل منوي تدورون على سلايد ماكو ولا نطفه. هذا كارثه كبرى عقيم خطيه. تقول وحده الوحدين وحده الوحدين ماكو. هاي انا شايف ترى تحكيكم على الواقع وحده الوحدين زين هذا اشتغل معناه خلينا نقول ايه 2 معناه 2 مليون. وين الفرق بين 2 مليون وين الفرق بين 35 مليون؟ يعني انت بالقطره هاي لا خليك تطلع على بس 2 تروح انت شو تسوي حتى هالقد ما يعني صعبه تعطيش نتيجه معناها هذا زيرو. تروح تدور بغير فيردات خلي احسب له بل كتب من جد نلزق هي زين حتى ايش تكتب؟ تكتب ذني ومين اذا هن بس 2 واحتمال 2 يروح على ميتات كارثه. يعني اللي اكتب اذا قليل يكون بصالح المريض لو العكس؟ اللي اكتب كل ما عالي كل ما احسن. بس انت شوي كده بالعكس. لا مو بالعكس. بس يعني لا 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 ال 150 قصدي على التوتال كاونت. اي نعم. قلت لكم عن المعدل الطبيعي مال النطف بالكامل يدي من ال 35 اكو اقل طبعا والحد مثلا لي وين قد يوصل لل 100 يعني بالفيض الواحد يشوف 100 نطفه. ميتة وعدلة وضعيفة. زين. البعض قال يشوف 150 نقطة هاي تأثر لو ما تأثر؟ تأثر. تأثر وين؟ من راح هو يتحلل بجسم المرأة هاي 150 مليون نقطة شلون راح تتحرك؟ مو الولاء. حصري 150 طالب بصف واحد. أكثر الحركة ضعيفة. أكثر فوق المعدل، يعني شيء أبنورمال، يعني شيء مبالغ به، صح لو لا؟ ما بيها شيء عليه. فور مثال طلاب قال لعبهم طوبه بصف والطلاب عددهم 40 هذا الصف جيبوا لهم طوبه ولعبوهم ال 40 شنو راح يلعبون؟ انتم جاوبوا يعني 40 لو انتم دارسين تلقوا العيون يعني التوتال كاونت مال الصف 80 خلينا نقول درستوا بمدرسه حكوميه 80 طالب وجبتوهم طوبه وجاكم المشرف قال لهم اي ما عندنا ساحه لعبوهم بس صف اضربكم وين؟ وين؟ شلون يلعبون؟
يعني حركتها ما هذا شيء يسوون يلعبون كرات يد مو كرات قدم راح يشمل هذا الاخير وهو بمكانه ما راح يقدر يتحرك مو لولا فكثرة العدد يعني طلع لك 150 اطفال كتوتال كاونت زين هذا باكر عمر مو معنى يعني انه هذا نشط وكذا اما النشط لا مثلا طلع 35 مليون كل ما يكون هذا اعلى كل ما المفروض هو طبعا الطبيعي غير المفروض محور يكون اكتف كاذا شخص هيلثي وهذا شاب انيق لازم يكون الاكتف مالته هو النسبه الكبرى يعني بدال 20 المفروض يكون في 30 واحد اثنين على ذني مو لا فلازم هذا اكو سؤال على هذا يعني تويتر كاونت تحسبون بالبدايه بعدين تحسبون الاكتف بعدين تجي تحسبون الضعيف او تريدون تحسبون تجمعوا وطرحوا يطلع لكم الثالث اي خلل واحد من ذني يعني هذا كله يجيكم كل ما نسبته تكون اقل بالحجم الطبيعي كل ما راح شيء يسبب لكم راح يسبب ضعف او قله فرصه بالانجاب اذا الاكتف يكون قليل سؤال اخر بس لاني مهمات لا اكو عندكم المورفولوجي يعني شنو هذا شكل النطفه طبيعي لو مو طبيعي مو عندكم وهاي انتم هسه راح تشوفوها وتعطوني النورمال والابنورمال انتم هسه ايش راح تسوون؟ تعطوني توتر كاونت وتعطوني ليش لان هاي ما راح تشوفوها النشر لان هنا بالكاد انا جبت خمس عينات لخمس اشخاص احنا راح اجيب لكم كارثه بالبدايه راح تطلعوا لي صور اجي اروح اشوف يا ابو البين حركه تاكد من واحد شويه اذا لقينا واحد من هاي العينات فيه حركه قويه تاكد ايش ما صورتنا الجهاز اللي يتحرك ينعلم بالشوف اذا ما موجود اذا جني بمحاول مو عيوني بالبدايه قلت لهم شروط العينه لازم داخل المختبر خارج المختبر لا ثانيا عندكم وقت حتى هو يفك السائل المنوي من لسج يتحول الى سائل بوقت معين زين انا هاي لازم كل الامور امشي بالتسلسل يعني العينه يعني انا اصدقائي هنا هسه يعطوني عينات لازم ورا ما يكمل الفحص مباشره انا لازم افحص لان اذا تاخر راح يموت راح يموت وبالتالي هسه راح يشوفوها العينات مال البارحه العصر يعني اخذوها راح يشوفوها ثاني يوم رغم اني حاطها مثل الباجل راح تقول ميتات الشكل الطبيعي هذا شكل النطفة الطبيعية موجودة صور عيني عندكم صور حاطت لكم الأشكال الطبيعية والأشكال المو طبيعية أول واحد عندكم نورمال الباقي عندكم الضخم اللي عندكم راس ما تكون ما مدبر اللي عندكم مثلا يبقى بس الراس بدون بيض أكو عندكم يبقى الجسم مالته كبير الشكل النموذج عندكم باعوا حتى تعرفون النورمال. سؤال اخر للسهوله، انت بطل وعندك خبره قويه بالسائل المنوي، تريد احسب هذا واحسب هذا بالمجال، تباوع انت تحت عينك، تشوف ايش كم واحد وها ككل النشط والضعيف والميت، ككل تشوف ايش كم واحد، طبعا البعض ايش يحسب؟ هنا فيها اجتهادات. النطاق حتى يشوفون شكلها اذا كان طبيعي او لا اكثر شيء ياكل منهم يعتمدون بس على النشطه يشوف النشطه ايش كم وحده مثلا بيها شكلها طبيعي او غير طبيعي البعض لا يعتمد لكم على الكل يشوف ذني توتال كاونت ال 135 ايش كم وحده بيها شكلها طبيعي كتبها مثلا خلينا نقول 25 وحده شكلها طبيعي. البعض شو يسوي؟ يقول لك دخل الاخرى 35 25 بعدين 10 يقول لك اذا هذا 10 بالسهوله. هذا البعض طبعا ينتبه حيش طريقه اكو البعض يقول لك لا انا احسب هذا واحسب هذا ما اعتمد معادله. طبعا لازم اذا جمعوها لازم يطلع نفس العدد مال التوتال. لان يعني اذا مثلا جمعتها يعني اكو يطلعون نسبه مئويه. نسبة مئوية يعني شنو؟ يكتب لك 75% نورمال مو ولا معناها 25% او يعني ربعهم شو اشكالهم الطبيعية؟ اشكالهم الطبيعية شو
يطلعوا علاج. اكل بعض الابنورمال اشكال مو طبيعي تكون اكثر من النورمال. شفتي الفيروس اللي عندنا شو اللي عندنا طبيعي؟ لا هو نساء قلت لكم 12 مليون فرد 35 خلي يوصل لل 100 مليون بس الكثرة تأثر سلبا إذا عبرت يعني أوفر يعني 150 أطفال شي حاجة يعني 150 مليون أكو سوى نتوكل على بركة الله كلينيك بس كمامة تجي أجيب لكم كمامة تتنانع المقال وبعض المقال أكو كمامات ليش؟ لأن البعض انسال المنوي الريحة ما بيه بس مو ذا ريحة البراز ريحة البراز